مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم، برنامج ديوان الصحافة. خلال هذا البرنامج دائما نتعرف على أهم وأبرز عناوين وأخبار صحفنا وجرائدنا المحلية. اليوم طبعا مشاهدي الكرام، عناوين صحفنا اليوم الثلاثاء تنوعت وتعددت، وإن كان يعني البعض اليوم يعني ذاهب إلى جلسة مجلس الأمة المتوقع أن يناقش فيها، أو يكون على جدول الأعمال الاستجواب المقدم من نواب الكندري والعدساني وقويعان لسمو رئيس مجلس الوزراء. تحليلات وتوقعات بأن الحكومة سترفض هذا الاستجواب على اعتبار أن الفتوى التشريع تقول بأن أغلب محاوره تخالف الدستور، فقط هناك محور واحد يتعلق بالسياسة العامة هي التي يختص بها سمو رئيس مجلس الوزراء، وهو تشير أو يشير إلى نفس الاستجواب الأول للعدساني حينما تم شطبه، ومن ثم عدل الاستجواب باستجواب آخر ناقش من خلاله والسياسات العامة للدولة اللي مسؤول عنها رئيس الوزراء، وفعلا حددت جلسة لها. يبدو أن هذا السيناريو سيتكرر في جلسة اليوم، يبدو هذه المحاور ستشطب وسيكون هناك فقط السياسات العامة للدولة هي المحور الوحيد اللي يحق للنواب مساءلة فيها واستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء. هذا السيناريو اليوم مطروح وكل صحفنا تشير إلى هذا الأمر. موضوع آخر طبعا اليوم يتعلق في موضوع يمكن دعم الحكومي لمواد البناء. اليوم صدر يعني قرار وزير التجارة مواد البناء سواء للقسائم الحكومية أو كذلك البيوت الحكومية، سيتم يعني توفير دعم يوصل تقريبا إلى 30,000 دينار. راح نشوف تفاصيل هذا الخبر وهذه الأمور. بقية الأخبار تقريبا اليوم متنوعة متعددة، يعني كلها تقريبا نقاشات وتصريحات وأخبار تتعلق في المجلس وبعض أخبار الوزراء. هذه تقريبا مشاهدي الكرام هو أبرز ما طلعتنا به صحفنا المحلية. هناك طبعا الكثير من العناوين المتنوعة راح نشوفها وراح نحللها بعد قليل. راح شاركنا كالعادة الأخ محمد العجمي بقراءة وتحليل صحفنا المحلية. حياك الله أخ محمد. حياك الله محمد، كذلك نرحب بالمشاهدين الذي انضموا إلينا في هذه الحلقة وهذه البرنامج الذي يمكن يقرأ معكم أبرز عناوين الصحف. الكل يعلم بأن كان من المفروض اليوم تمشيت الصحف على قضية الاستجواب ويعني محاوره، وعلى يعني اللي معه واللي ضد واللي مع سحبه، يعني في هذا الجزئيات يعني كل صحيفة ستكون توجهاتها. إلا أن اليوم أعتقد أن خبر المدعج وزير التجارة قلب فعلا جميع العناوين وجعل العناوين جميعها تتجه إلى يعني طبعا راح تقرأ نقرأ مع بعض، كل صحيفة عن صحيفة تقرأ بشكل مختلف، مع أن دعم للمواطن والثلاثين ألف راح تكون مساعدة للمواطن الجاد اللي يبني بيت العمر، لكن كل صحيفة حطت في نفسها أن هذا راح يصير وهذا يعني راح يكون في هذه الجزئيات. فبالتالي أعتقد يمكن الكل يعلم بأن اليوم التنوعات في جلسات مجلس الأمة، كان من المفروض يكون تحليلات للاستجواب، لكن أعتقد الخبر هذا اليوم سيطر بشكل عام، يعني ما لم تكون هذه الأخبار. أنا يمكن تقريبا أربع صحف كانت عنوانها حول يمكن تصريح وزير التجارة عبد المحسن المدرج. نعم محمد. طيب خلونا مشاهدي الكرام الآن نذهب ونشوف عناوين صحفنا المحلية ونشوف أبرز الأخبار، ونتوقف بإذن الله تعالى عند أبرز وأهم الأخبار اللي نعتقد أنها تحتاج إلى تمحيص وتحليل. نذهب إلى الشاهد اليوم الثلاثاء ونشوف عناوين الشاهد. الأمير نفخر بالمكانة العالمية الرائدة لمشروع محطة الزور، سموه دعا الحكومة لبذل المزيد من الجهد لدعم مسيرة التنمية. عبد الرحمن آل ثاني أمير الكويت رمزنا في الخليج، لن تفرقنا الاختلافات الطارئة. الغانم أي تعديل على الدستور عبر الشارع انقلاب، أساعد الحكومة ولا تدخل بصلاحياتها. التجارة تقر زيادة الدعم لمواد البناء لأصحاب الطلبات الإسكانية، يشمل اسمنت وحديد التسليح والطابوق والخرسانة. خلال افتتاح الفصل التشريع الأول لبرلمان الطالب، الطالب سعد طامي عندي تسجيل المليفي حول التبرعات، ورئيس مجلس الأمة حتى أن تدعي بالتسجيلات. الحمود مطلوب مراجعة قانون المطبوعات، وعسكر عضو بهيئة الشباب، والعجيل بهيئة أسواق المال، والمحكمة تسمح للإناث بالتقدم لوكيل النيابة. عاشور قانون حقوق الطفل قيد الإنجاز، والصبيح مجلس المجتمع المدني لمتابعة نشاط الجمعيات الخيرية.
تحالفات الوقود البيئي تفوز بعقد بوصفات الزور الكلفة 2.5 مليار دينار. الإدارة الأمريكية تستغل شبكات التواصل لتحريض الشعوب على حكامها، نيويورك تايمز نقلت اعتراف مسؤولين كبار. تأجيل مناقشة تنويع مصادر الدخل لجلسة 15 مايو بطلب من وزير المالية. وخمس بنوك تسيل ضمانات الأسهم والأفراد، 120 شركة تعثرت في المنطقة الحرة. بدء الدورة العسكرية الأولى بدون أبناء الكويتيات والشهداء. 1500 عراقي مبعدون من الكويت يطالبون بتعويضات، والداخلية كاميرات رقمية بالأسواق والأماكن العامة. المبارك نخطط لتنشيط السياحة الداخلية ودعم التعاون الخليجي. حريق قامض يشعل المبنى الجديد لوزارة التربية. الصحة القطاع الخاص يساهم ب 25% من الخدمات الطبية. السندات والصكوك والعقود تتداول بالبورصات أواخر العام. التقدم العلمي توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في 150 منزلا. لهيب الرياضة بحاجة للدعم ولست مع خصخصة الأندية. هذه تقريبا هي أبرز عناوين جريدة الشاهد. أخ محمد، أبدأ بتصريحات الغانم وأجل شوي وزارة التجارة والدعم، لأن يمكن في صحف ثانية هي عنوانها الرئيسي، راح نيجي لها إن شاء الله. أي تعديل على الدستور عبر الشارع انقلاب، أساعد الحكومة ولا أتدخل بصلاحياتها. واضح الرئيس يوجه رسالته إلى ما يسمى بالائتلاف المعارضة اللي دعوا إلى تعديل 36 مادة من الدستور، يعني تقريبا ثلث مواد الدستور تعدل، وإشارة إلى أن لا يمكن هذا التعديل عن طريق الشارع، إذا كان عن طريق الشارع فهو انقلاب. كيف تقرأ هذا تصريحات الرئيس مجلس الأمة؟ أعتقد يعني رئيس مجلس الأمة ما جاب شيء جديد، هذا الكلام اللي قاعد نتكلم فيه أبو محمد إحنا يومنا كله في ديوان الصحافة، وذكرنا مرارا وتكرارا بأن قضية يعني مسألة أني أتحدث عن قضية تعديل الدستور نص على التعديل ووضع البنود، بنوده كالتالي: الأغلبية يعني الرغبات أو تلتقي الرغبة الأميرية مع الرغبة الشعبية عن طريق مجلس الأمة، يعني ثلثين المجلس مع الرغبة الأميرية، وبالتالي يكون هنالك التعديل. احنا التعديل قدم، احنا ما نقول قدم، لكن قدم في فترة كانت رغبة أميرية في الثمانينات، لكن واجهة اللي هو الجانب الآخر رفض من قبل النواب. والتعديلات يعني اعتقد في حقبه زمنيه كانت مطروحه، ما هو شيء جديد يعني على سالفه التعديلات. لكن احنا اليوم نتحدث عن التعديلات اللي تكلم عنها، هي لا تاتي عبر الشارع او دراسه مشاريع معينه. ان انا اقدم اليوم انا وعويد الصليلي ومحمد الملا واخو افاضل هنا ويانا بالقناه ونقدم لنا مشروع، لكن هذا هل هو كافي؟ كافي اني انظر اني ابي وابي وابي بالمواد هذه او التعدل المواد هذه، لكن هنالك جوانب اخرى. هو كيفية تحقيق هذه التعديلات إلا عن طريق الأطر الدستورية. فبالتالي اليوم رئيس مجلس الأمة يتحدث أن أي تعديل عبر الشارع 100%، ما في شيء يكون، ما في أساسا ما في تعديل على الدستور عبر الشارع. التعديل عبر الأسس والأطر الدستورية إذا نص الدستور. نعم، بس هذا اللي أقدر أقول. رسالته للمعارضة واضح، هو يتكلم بشكل، وإحنا تكلمنا بشكل هذا عام، يعني مفردات ألف باء سياسة هذه. إحنا ما يعني أنت يوم قاعد تعدل على الدستور ما في مواد في الدستور، قاعد تقول لك شلون تعدل؟ ما هي في مواد في الدستور أبو محمد. فبالتالي اليوم مرزول الغانم يتحدث عن أي تعديل على الدستور وفق الأطر الدستورية، ما في شيء اسمه تعديل عبر الشارع وانقلاب، وإن شاء الله الأمور هذه ما هي موجودة. لكن إحنا إذا كان هناك أي شخص عنده تعديل يقدم إلى أعضاء مجلس الأمة، أعضاء مجلس الأمة يطرحه، وتلتقي يعني الرغبة الأميرية كذلك مع ثلثين وأغلبية المجلس، وبالتالي يكون هناك ما يسمى بالتعديل. طيب خلنا نروح للقبس ونشوف عناوين القبس. المدعج: أربع أسباب لارتفاع أسعار العقار وثمانية حلول. الغانم افتتح برلمان الطالب: الديمقراطية تحتاج إلى تدريب وتربية. إلغاء احتكار وظيفة وكيل نيابة للذكور، القضاء ينتصر للمرأة. مصر: الإعدام لمرشد الإخوان و682 متهما وحظر 6 أبريل.
سلام للقبس، الخطط الأمنية ناجحة ونأمل مجيء الخليجيين، سأزور السعودية والكويت. الأمير مشروع الزور الشمالية مفخرة وحقق مكانة عالمية. اتفاقية الأمنية 70% غير دستورية و15 يؤيدونها. قبول البدون من أبناء الشهداء والكويتيات في الجيش. هذه عناوين جريدة القبس. أخ محمد، يعني اليوم يمكن رئيس المجلس عمله ما يسمى ببرلمان الطالب، ويعني كأن مجلس أمة طلبة مدارس وطالبات، ويأتي الوزير ويأتي القيادين في تربية ويناقشونهم كذا كذا. أنا أمانة يعني البعض طبعا يعتبرها إنجاز بالنسبة لرئيس مجلس أمة، أنا أمانة أتحفظ على هذه الأمور لسبب واحد. إحنا دخلنا السياسة في الرياضة، دخلنا السياسة في الجامعات، ودخلنا السياسة في التطبيقي، واليوم دخلنا السياسة لطلبتنا، يعني طلبة ثانوية متوسطة خليناهم كان برلمان ويناقشون أمور سياسية. يعني ما دي وين نبي نروح ونبي نوصل له؟ هل استفدنا من إدخال السياسة في الاقتصاد؟ دخلنا سياسة رياضة، تدمرت الرياضة الكويتية بسبب السياسة، السياسة دخلنا في الرياضة. شوف الجامعة الكويت، شوف المعهد التطبيقي، يعني وصلت السياسة إلى أحزاب، بعدين صارت قبائل، حتى فرعي، انتخابات فرعية صارت في الجامعة وفي التطبيق، شيء مخجل، قمة في التخلف. الجامعة والتطبيق بدل لا نرتقي بالفكر نصل إلى انحدار سحيق جدا. هذه السياسة والسياسيين عملوا لنا، وبالتالي خلاص صارت متاهات خربطة. اليوم الرئيس عملوا هم للطلبة، وبكرة ممكن يسوون حق المدارس الثانوية، وبعدين حتى المتوسطة، وبكرة حتى ابتدائية، يعملوا انتخابات، يعملوا مجالس وكذا كذا. ما هي الفائدة؟ ما هي الأمور راح نخرج من هذا الأمر؟ لا أعلم أمانة شنو هذه الفائدة. يفترض طلبة المدارس وطلبة الجامعة طلبة التطبيق، وإحنا كنا طلبة في الجامعة، يفترض أن نركز على دروسنا وعلى العلم. هذه الأمور لها ناسها ولها أشخاصها. إذا كل إنسان يبي يصير هو اقتصادي وهو سياسي وهو عالم وهو باحث وهو رجل أمن وهو رجل قضاء، إذا هذا صار تفتح كله، يعني تدمر الشعوب. وين الاقتصاد؟ دول المتقدمة ناس اختصاصيين. صدقون اليوم في بريطانيا سووا استفتاء، يسألون الشعب البريطاني عن ساعة بيج بين وين موجودة. تخيلوا 20% من الشعب البريطاني أجاب بأنها خارج بريطانيا، مو موجودة بريطانيا. 20% من الشعب البريطاني، هذا ما يقلل من شأن أن بريطانيا دولة من دول العظمى ودولة متقدمة جدا، يدلك لا يعنينا هذا الأمر. شنو يعني الأمور السياسية؟ وعملوا كذلك استبيان في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى عن سؤالهم عن الرئيس الأمريكي وصل 15% لا يعرفون ما هو الرئيس الأمريكي، وحينما سألوهم عن رئيس ولاية معينة يمكن حوالي وصل 50% ما يعرفون الولاية. لا، وأدهى من هذا وأمر، أكثر من حوالي 11% لا يعرفون موقع الولايات المتحدة الأمريكية في الجغرافيا. لكن هذا يقلل من شأن الشعب الأمريكي، هذا يدل لك أن الشعب متخصص، كل إنسان عمله، اللي بالمصنع بالمصنع، واللي بالتجارة بالتجارة، واللي بالتربية بالتربية. لكن دخل السياسة بكل شيء، كل صغيرة كبيرة، ما شفنا الدول الأوروبية ولا الدول المتقدمة عملت هذا الأمر إلا عندنا. لذلك قاعد نشوف التراجع، وقاعد نشوف الدول العربية كيف تتراجع، لأن السياسة بكل شيء داخلة، ما في تخصص تمام، كل شيء السياسة. أنا هذه وجهة نظري أمانة، قد يخالفني فيها البعض، والبعض يمكن لا يرى، لكن أنا أمانة أن الأمر هذا غير مشجع وغير مفيد. خلوا أبنائنا الطلبة يدرسون، وخلوا اللي بالجامعة يدرس، واللي بتطبيقه يطلعونه من الأحزاب ومن التيارات اللي قاعد تنخر، وطلعونا كذلك من الرياضة من السياسة الموجود فيها، وحتى الاقتصاد ابعدوا السياسيين عن الاقتصاد. والله لو كل إنسان تخصص وكل مجموعة تخصصت في عملها وفي فنها لا شفنا الإبداعات، لكن للأسف الشديد السياسة وكل شيء. هذه وجهة نظري، ويعني أضع الأمر حول لك أخ محمد، وجهة نظرك في هذا البرلمان، مدى إيجابياته وسلبياته كما تراه أنت؟ لا يعني أعتقد بدون غانم له سابقات، فإن هذه من ضمن السابقات نحطها في ملف السوابق التي أو السنن الحميدة اللي عند بدون غانم. أنا ما ودي أخوض في هذه القضية، لكن أذكر كان في قضية معينة معروضة في مجلس الأمة حول الطلبة والنسبة، يعني وكانت يعني الله يذكره بالخير الدكتورة الفاضلة نورية الصبيح موجودة، فكان في حضور طلابي يبي يسمعون الجلسة، فكان يعني الطلبة يتكلمون من المدرجات بشكل. فذكرت الدكتورة يعني نورية، يعني الأستاذة الفاضلة نورية الصبيح، قالت أنتوا طلعكم المدارس حضرون جلسة، وليش ما درسوا المدرسة؟ صحيح، هذا كلام منطقي. هني السؤال، اليوم المدرسي من يعوضهم؟ واحد، اثنين، على أي أساس تم
انتقاء هؤلاء؟ ثلاثة، هل هم يمثلون جميع طلبة الكويت؟ أربعة، إذا بتطبق الديمقراطية فعلا يعني خلينا نكمل الديمقراطية اللي قاعد أتكلم عنها. أربعة، لماذا نبدأ بهذه الطريقة؟ هذه هي عبارة عن فئوية، احنا جبنا فئة وتركنا فئات، هل كان بينهم انتخابات وخرج منهم هؤلاء؟ هل هم ممثلين فعليين لنقابات وجمعيات يعني معترف فيها؟ طبعا لا، هذا كل إجاباتي كلها لا طبعا طبعا نعم. لكن برجع، ماذا لو قال أحد الطلبة الذين لا يحمله القانون، أو مثلا القانون ما يحمي يعني ما يواخذ على كلامه؟ نعم. اليوم ولد صغير ممكن يقول كلام، قيل كلام في حق وزير التربية، نعم. ما علم يعني هذا كلام عيب، نعم. يعني جيب لي طلبة وجيب لي ناس وغير معنيين في القانون وغير، نعم. محاسب عليهم القانون من شأن الوزير ويقللون وكأنه شخص منقول على الهواء، هو قبل يطلع قبل يروح المدرسة يأخذ مصروفه من أبوه، خلينا نكون واقعيين، يأخذ مصروفه، لو له المصروف ما يداوم، قل له بدون مصروف ما يقدر يداوم. فيتكلمون على الايباد ويتكلمون على الجنطه ويتكلمون على المواد، شنو انت يعني انت تبي تقرر مصير طلبتك؟ انت يعني انت كطالب تقرر مصيرك، لكن انت لك حق، احنا كان المفروض تقدم ورقه باسم مدرسه معينه قبل يجون المدارس خاصه الثانويه والتعليميه تجتمع مع طلبه المدارس ويناقشون هذا الامر بينه داخل يعني صرح التربوي. ثاني شغله، سالفه الطلبه اليوم يتعدون على الوزير، بكره يتعدون على المدرس، شنو الوزير تعدينا عليه؟ شنو انتم مدرسين؟ فما في هيبه في المعلم. انا اعتقد صحيح، انا اعتقد النقاط اللي ذكرتها لابد تؤخذ بعين الاعتبار، حتى وزاره التربيه حتى تكون صارمه، اللي غابوا تخيبهم، تكتب سجل الغياب بدون عذر، انت غيب ولدك بدون عذر ذاك اليوم، تحاسب ولا ما تحاسب؟ طبعا تحاسب، والله يدور راح وراه، راح المجلس وقاعد مع رئيس مجلس امه نناقش شؤون الدوله، اليوم ناقش شؤون الدوله، نعم. بكره يغيب ولدك في الثانويه العامه مثلا او في يعني في المراحل المتاخر، ياتي عندي والله يقول والله انا اليوم قاعد مع رئيس اللجنه التعليميه، والله وطبعا رئيس اللجنه التعليميه حمود الحمدان، فوالله قاعد نذكر اليوم وتطرقنا الى قضيه المدرس الفلاني المدرس الفلاني، هذا كلام خطير، هذا اعتقد لا هي من طبايعنا ولا هي من عاداتنا ولا هي من يعني يا ابو علي سنن حميده، لكن مو بالطريقه هذه. احنا قبل كان في جلسه للمعاقين، نحترم لانهم من جمعيات متخصصه، مسؤولين متخصصين، مسؤولين امام الدوله حتى، وقاعد يتكلم ترى جمعيات نفع عام، نعم، لا ومحسوب اذا قال كلمه غلط يحاسب الشخص هذا، من تحاسب منه؟ هذا اقطع مصروفه، يتحاسب اقطع مصروفه، والله العظيم يعني هذا قبل يطلع، والله يعني هم طلبتنا وعيالنا وهنا، لكن ليش قاعد تحطه في دائره؟ الان من بكره يا مرزوق الغانم حط لك يوم، حط ستاندك حق اللي مجلس الامه البوديوم وقفه، كل هذا لكل طلبه الكويت، انت بتدومن بالحريه والديمقراطيه، خلوا كل يوم يصرحون، وهذا اللي قاعد الحين ما نبيه، نفتح كل شيء على مصرعيه. وهنا السؤال اخ محمد، ابي اشمل من هذا الموضوع، احنا دخلنا سياسه كل شيء، هذا الخطوره في الامر اخ محمد، كل الناس بلا استثناء جميع الشعب الكويتي يعلمون بان الرياضه تدمرت بسبب السياسه، ما لها اي علاقه، خلاف اللي حصل خلاف سياسي، دمرنا الرياضه، وصلنا السياسه في الجامعات، وصلناها في التطبيق، وصلناها في الشركات، وصلناها في الجمعيات التعاونيه، وصلناها في مجالس البلديه، وصلناها في المحافظات، وصلناها اليوم للطلبه، وين بنروح؟ شو الفائده من هذا الامر؟ يعني وضربت امثله دول اوروبيه اخ محمد، وانت تعلم في هذا الامر، هذه الامور السياسه فقط السياسيين، يعني لا احد يتدخل في جوانب السياسه للسياسيين والاقتصاد للاقتصاديين والمهنيين، هم كل انسان امام شغلته وتخصصه، ما تداخل امور، احنا الوحيدين اللي بتاع كله، والله فعلا ينطبق المثل المصري بتاع كله، سياسه نتكلم، اقتصاد، وفعلا تجد البعض ما شاء الله خبير بكل شيء، خبير بكل شيء. بقول مثل ما قال، حتى طبيا خبير بعد. بقول مثل ما قال احمد السعدون، هذا رسلت لسمك لبن تمر هندي، كله خلط روح. احنا قاعد بدينا ندخل ونمزج وكأن هذا امر عرف جديد، واحنا المطورين، مطور شنو انت؟ شنو طورت؟ شو الفائده المرجوه؟ هني السؤال، ما في فائده. وانا هني اعزز الطبقيه، انا اعزز في الطبقيه لشباب هؤلاء اللي جايبهم متفوقين مثلا نسبتهم 99.9% انهم علماء مستقبلين، لازم تعرف للناس وتعرف الناس، اليوم نقلوا في الصحافه، لكن بالاخير انت الان جبت بعض الطلبه وكأنهم كل الطلبه، الأسس والمعايير اللي جبتها مختلفة، من ثقافات مختلفة، من تربيات مختلفة، بالتالي أنت بعد الجلسة شنو تبي توصل له؟ هل فعلا أن اللي راح يقولونه راح يطبق؟ هذه مصيبة، وإذا كان ما يطبق مصيبة أعظم، أجل ليش جايبهم؟ استعراض إعلامي للأسف صارت، يعني الاستعراض الإعلامي مو على هالطريقة، أعتقد بأننا نحترم المجالس، قبة عبد الله السالم مو على الطريقة هذه، إحنا جات قبة عبد الله السالم وقد الدستور
لأن نمثل وتكون ممثل للشعب لا نمثل على الشعب. فبالتالي أعتقد لم يوفق وأنا أخالفه، لماذا لا نحصل ونرجع له مؤسسة يعني سياسية قابلة؟ إيش اللي خلى لأول مرة حتى الطلب يعرفوا المظاهرات، يطلعون على وزارة التربية يسوون مظاهرات، يطلعون على المدارس يطلعون يسوون مظاهرات واعتصامات، حتى أبنائنا الطلبة تعلموا الأمور هذه؟ هذه الأمور مفروضة ما تصير، ما تصير. يعني بعض يقول والله حرية، أي حرية يا جماعة؟ حرية طالب مدرسة، حرية الأمور هذه؟ لا يا عمي، الحرية لا حدود معينة، والحرية مو لأي واحد، هذول أبنائنا طلبة صغار يعني، مو بالطريقة هذه. علمهم سياسة ودخلهم في الاعتصامات ومظاهرات ومثل ما قال أخوي محمد ينتقد وزير ويهين وزير، اليوم يهين وزير، الله بكرة يبي يمسح القاع بالمدرس، ولا يحترم المدرس ولا الناظر ولا الوكيل باللي قاعد يحصل الآن. فإحنا قاعدين نعزز ثقافة، المشكلة قاعد تعزز ثقافة، قاعد تنقل تلفزيونية، المشكلة منقولة تلفزيونية وكل الطلبة اليوم شافوها، بالتالي يقولك خلاص هاي وزير قاعد يناقش أركان وزارة ووكيل وزارة ووكلاء الوزارة موجودين والكلاء مساعدين والمدراء، قاعد نرد عليهم ونهاجمهم وننتقدهم. بكرة خلاص يعني ما صار أي احترام للتعليم ولا للمعلم ولا المنظومة التعليمية، ودخلنا ما أدري شنو الفائدة. لن بالعكس أنا أشوف أنها سلبية أكثر من إيجابية. شنو الإيجابية الوحيدة راح نخرج منها؟ لن نخرج بأي إيجابية. أبو علي سهلة، قل وزير التربية يسوي مع الطلبة. ومن العلم بس ترى موجود هذا الأمر، يعني حتى أؤكد ترى مناطق تعليمية ووكلاء ونظار المدارس يجتمعون مع الطلبة ويشوفون، هذا موجود هذا الأمر داخل الصرح التعليمي، هذا في حدود المعقول. لكن أنا دخلتهم في السياسة، هني اعتراض، أنا وجهة نظر اعتراضي في هذا الأمر. دخلت فيها مثل في السابق ما دخلت الرياضة في السياسة، مثل ما دخلت الجامعة والتطبيق في السياسة، مثل ما دخلت الاقتصاد والشركات والجمعيات التعاونية والبلدي. خلينا البلد كله أحزاب وتيارات، للأسف الشديد تيارات سياسية، وما إحنا مستفيدين شيء. دول العالم متقدمة، ناس كل إنسان مع تخصصه ومع علمه، السياسة لأهل السياسة والاقتصاد لأهل الاقتصاد. ومثل ما قلنا هذا الأمر هذا لا يقلل من شأن أحد أبدا أبدا، لا يقلل من شأن أحد، لكن الإنسان يكون بتاع كله ما يصير هذا الأمر. يكون هو سياسي وهو اقتصادي وهو فني وهو مهني وهو دكتور وهو عالم وهو قاضي، هذا الأمر هو اللي يخلينا نتراجع أكثر وأكثر. هذه وجهة نظرنا، قد يعني البعض يوافقنا وقد البعض يعني يخالفنا في هذا الجانب، لكن هذا الأمر يعني هي وجهات نظر في هذا الجانب. لكن راح تشوفون تداعياته مستقبلا إذا استمرنا في هذا الأمر. أنا أشوف للأسف ما أدري إحنا وين رايحين في هذا الجانب، هل إحنا نعي ما نقوم به؟ هل هناك دراسات معينة موجودة حتى نعرف هذه التصرفات ماذا للمستقبل، شنو راح يصير لأجيالنا المستقبلية؟ لا أعلم في هذا الأمر. شفنا نتائج التطبيقي، انتخابات التطبيق والجامعة وين وصلت إلى انحدار سحيق جدا، انحدار ما بعد انحدار في الانتخابات اللي قاعدة تصير الآن بسبب هذه السياسات. الآن دخلنا على طلبة المدارس وشفنا نتائج قريبة جدا، مظاهرات واعتصامات ضد أول شيء الوزارة، وبعدين وصلت إلى ضد نظار وضد وكلاء في المدارس. شوي شوي راح تشوفون المستقبل وين احنا رايحين. للأسف احنا قاعد نقوم في تصرفات لا نعلم مدى يعني وين راح توصلنا وين وشنو سلبياتها وشنو إيجابياتها. خلنا نذهب إلى جريدة الجريدة ونشوف موضوع وزير التجارة والدعم لليوم أعلنه. عنوان جريدة الجريدة: دعم البناء 50 طن حديد و2000 كيس اسمنت و100 متر مكعب من الطابوق بقيمة 29720 دينار لكل صاحب قرض إسكاني لم ينهي عملية البناء. الإدارية تلقي قرار العدل حصر تقدم الذكور لوظيفة باحث قانوني. الأمير نفخر بالزور الشمالية، هذا عناوين جريدة الجريدة. أخي محمد، نبي تفاصيل الدعم اللي أعلن اليوم الوزير، وهل هذا الدعم يشمل أصحاب القسائم أم كذلك البيوت الحكومية اللي صارها تقريبا 8 أو 10 سنوات؟ ما يشمل البيوت الحكومية، يعني هو يتحدث عن ليس على الترميم لكن على البناء. على البناء هذا. دعم البناء. نعم. يعني أول شيء. ثاني شيء، المستوفين شروط البناء إنها أرض، يعني في ناس ما استكملوا باقي في المراحل الأولى، فهذه راح يسوي لهم لجنة بروحه وفق القانون. أكلم القانون كان مادة واحدة خمس بنود، يعني وفق بنوده. حلو. اليوم طبعا القانون تم نشره في الكويت اليوم، لكن عندنا اللائحة التنفيذية كانت بيد وزير التجارة اللي سوى لجنة لدعم المواد، المواد اللي ندعمها واللي ما ندعمها. أعتقد أحسن جدول شاهد. نعم أنا شفت شاهد. نعم أحسن جدول صحيح. فعلي ويعطيك الأرقام. نعم. وكنت أتمنى في نسب، لكن إذا ممكن مخرجنا يعني تعرض الشاهد على الجدول وتكبر لي شوي إذا في مجال، يعني ألا ما أخوي محمد يتحدث. طيب. تفضل. بس إذا في مجال الشاهد يعني حتى أبين الجدول موجود فيه مواد البناء يعني. طيب. إذا في تكبير عليه إذا في مجال حتى أبين لك على ما يحضر المخرج. إيه وضع بنود معينة، ذكر بأن الحديد له 50 طن
أعتقد، ويمكن يمكن جسمه أعتقد إيه. طيب الحديد له 50 طن، أنا عندي صورة عشان كان يمكن يمكن تقريبا تكون واضحة في في نعم. في تليفوني، بالتالي أعتقد ممكن الشاهد الجديد عندك ممكن أوضح لك أخي محمد. نعم. تقريبا الرقم الحديد 50 طن، فالدعم نعم. راح يكون 80% من المبلغ 50 طن راح يكون 9160، بمعنى أن الحديد طن الحديد 210 تقريبا. الحكومة تدفع 100 طن 210 اي طيب الحكومة تدفع تبيع لك كم الحكومة؟ ما تبيع ما تبيع ها الطن 210 طيب. أنا أعطيك فرضيات، أنا ما أدري كم سعر السوق. نعم. إذا كان 210 الحكومة تدفع 80% من الطن الواحد اللي هو 180 كم باقي؟ 30 دينار. يروح المواطن يدفع 30 دينار، حلو، وياخذ طن. الحكومة دفعت كم للطن الواحد؟ تدفع 80% من السعر للطن. فبذلك يعني الخمسين راح الحكومة لو تأخذ 50 طن راح تدفع الحكومة 9160، وأنت تقريبا راح تدفع 1500 دينار. ففي دفع فلوس، خلي الدفع فلوس ما في مشكلة، لكن موفرين عليك الحين يعني الحكومة موفرين عليك 30,000 دينار كويتي معناته. هي قاعد أقول لك شو وفرت. نعم. وفرت في الحديد 9000. نعم. وفرت في الإسمنت 1920 20 حلو. خرسانة الجاهزة عندك 450 متر مربع مكعب راح تدفع فيها طبعا راح طبعا إيه ب 20 دينار المتر مكعب الخرسانة ب 20 دينار الحكومة تدفع 18 أنت تدفع دينارين حلو. فبالتالي لو تاخذ ال 450 مكعب راح تدفع يعني تقريبا بحدود ال 2000 دينار والحكومة تدفع 8000. أنا أعطيك رقم يعني قريب جدا. بالتالي في نسبة وتناسب. الطابوق الأبيض كذلك، الطابوق الأسود بالنسبة للتكييف وضعت 50 طن أو بمبلغ ثابت 5000 دينار. تبي تجيب 70 كيفك فوق ال 5000. إذا مواطن ما بيحط تكييف مركزي بياخذ يستلم ال 5000 هذه ما يصير؟ لا هو في التكييف بشكل ملزم. إي لا في التكييف 5000. هني محددين تكييف مركزي. إي قاعد أقول لك التكييف. يمكن مواطن ما يبي تكييف مركزي مثلا. ما أنا ما أعتقد، أنا أعتقد لا أحد تنفيذي هني ما يبي طابق جيري خلاص ما مش أسوي لك، فهو حد الأسماء محددة لك. المبلغ هذا ما يتوفر للمواطن إذا والله ما أبي طابق جيري. أبي أحط سيجما، أبي أحط مزيك. ما بس أبي المبلغ هذا. لا لا هو القصد من أبو محمد. الشخص هذا ترى لطبقة معينة. تبي تفوق كيفك عاد، أنت تبي تبي شغلة أوفر، فأنا أعطيك الأساسيات. الأساسيات ترى الطابق الجيري كان موجود. لكن التكييف أول مرة يدش. خرسانة الجاهزة أول مرة تدش والباقي موجود. زين الخمسين طن حديد يكفي دورين دورين ونص تقريبا. شوف أنا يعني المعروف إنه 50 طن ما أعتقد إنه يكفي يعني. لا أنا من حد الحين أنت ما وضحت لك. طيب. في 45,000. سوري في 45 طن من قبل. نعم. هذا شيء جديد. هذه إضافة. إضافات هذه كلها إضافات. ما لغت السابقة. ليش تلغي؟ أجل شو استفدت أنا شيء؟ يمكن عدل في الموضوع. أبو محمد هذه 30,000 دينار الحالة بكج الحالة. الأرقام حتى في القانون اليوم يقول إن هذه الأرقام وهذه الأسعار متغيرة، يمكن يزود بكرة الإسمنت ويقل الحديد لكن النسبة ثابتة. بحيث إني أوصل الأخير 30,000. وفق يعني شوف أنا بسببي لك 50 طن الحديد، الطابوق لك الطابوق طبعًا الأبيض. الأبيض. إيه الطابوق ال ال الاسمنتي لك 15,000. الاسمنت لك 2000. الطابوق الجيري لك 650 متر مربع. الطابوق لك 100 متر مربع الابيض. هذه كلها زيادات. انت تدفع يعني مبالغ يعني سابقا كان يعطوك 45 طن ايه الان 50 يعني 95 طن. نعم. تعتقد كذي هذا الامر؟ نعم. انا شك في هذا الامر امانه. ليش شك؟ انا اتوقع ان الغى بدال ال 45 صار 50. أجل شو الفائدة؟ أجل أنت لغيت الحين 70,000 راح عندك 70,000 على شنو؟ على شنو؟ يعني تعطيك المبالغ هذه واللي على ظهرها راح تدفعها أنت أنت من قبل لك 10,000 أساساً. أنت تقصد 70,000 القرض. القرض إيه؟ لا أنا أتكلم عن الدعم. الدعم يأتيك إيه؟ وفق أرقام موضوعة لك من قبل. فالفلمية هذه زايدة عن الدعم اللي قبل، الدعم اللي قبل 10,000 اللي كنت تتكلم عنه 45 طن. إحنا تكلمنا كان 10,000 زادوا 20,000 الآن. دقيقة. صح ولا لا؟ لا لا. هي 30,000 بروحها من غير العشرة. إيه ما له علاقة يعني معناته 40,000. لا إذا حسبناها كذي العشرة قديمة قانونها بروحها. أنا أكلمك عن قانون جديد. إحنا ما نقدر نحط القانونين جنب بعض. طيب هذا مذكور في القانون أن هذا قانون جديد. إيه نعم مختلف ولا إضافة على لا لا مادة 28 مكرر.
وضعت في القانون مختلفة عن المواد اللي قبل، استحالة أحط لي قانون واللي على ضوءه يخالف. أنا أعتقد إذا كان الخمسين الخمسة واربعين إنهم زادوا خمسة طن بس فقط على حد قولك، لكن اللي في القانون إن هذا وفق المادة التوزيعية. والله أنت واثق والوزير بيخلي العشرة وثلاثين صدق عمي يطلعونها من شبدك هذول أصلا ينقصون تنقيص مستحيل هذا الأمر. نتأكد منها الأيام القادمة راح تبين مع التنفيذ راح تبين. مو مع التنفيذ بكرة مراجعاتنا راح أقول لك إياها. مراجعات راح تقول على الهواء أنا متأكد بيقولك راحت عليك العشرة يا أبو أحمد ربك نعطيك الثلاثين بعد تبي العشرة. لا هم بهالشكل زادوا خمسة بس. إيه هذا زيادة. لا قبل. الحديد تقصد يعني؟ محمد الحديد أنت تشتري ب 80 دينار. نعم. لكن هني لا يقول أنا أشتري لك من السوق. نعم. في فرق أنا أشتري من الحديد الحكومة. أنا آخذ من المخازن حقت الحكومة. اروح المخازن واشتري الحديد من الحكومه. هذا لا ما له علاقه الحكومه في الموضوع، انت تروح للتاجر تشتري من التاجر. انا اعطيتك السعر، سعر الحديد طن الحديد 210 بينما الطن الحكومي مدعوم ب 100 او ب 80 ب 90 يعني من هذا في حد في هذا الحدود. فاعتقد هذا اختلف عن هذا. طيب الايام القادمه راح نشوف اكثر تفاصيل، لكن هذه مثل ما ذكر اخونا محمد هذه لمحه للقانون اللي اعلن اليوم، تفاصيل اكثر راح تبين من خلال الأيام القادمة. واضح أن هذا القانون يخص قسائم البناء، ولحد الآن يبدو أنه ما في البيوت الحكومية ما صدر شيء، مع أنه كان هناك زيادة من 25 ألف إلى 30 ألف. ما أدري أسعدت البيوت الحكومية المفروض ما يطلب شيء. ما يطلب شيء ها؟ ساكن هذا ساكن بعد بيع. أنا من باب النذالة بس ها؟ لا تصير حسود يا معود. طيب نذهب إلى النهار ونشوف عناوينها. عنوان النهار: الحكومة ستطلب شطب الاستجواب، أنباء تشير لاحتمال أن يعلن سمو الرئيس أن معظم البنود غير دستورية مع استعداده للصعود لمناقشة اثنين منها فقط. المليفي في برلمان: الطالب تعليمنا ليس فاشلا ويحتاج إلى تضافر جهود الوزارة والمدرس والطالب والمعلم وولي الأمر. تأجيل الجلسة الخاصة حول تنويع مصادر الدخل إلى الخميس لحضور فريق كامل من المالية. الأمير فخورون بما حققت وزارة الشمالية من مكانة عالمية. الغانم: هناك من يختلق الأزمات لإيقاف التنمية، روحاني بلغني أن في الطريق ما يثلج الصدر مع دول الخليج. الإدارية ألقت قرار العدل منع تعيين المرأة باحثة قانونية. الدوسري لم يجد الموظفين في العقود الحكومية بالشؤون. ضوابط لإنشاء صالات الأفراح. انقطاع التيار في المطار لخمس دقائق فقط، وابو خمسين حصة وربة في السوق التأمين الأكثر ثباتا واستقرارا. تمديد عقود التكييف والتبريد بمدارس التربية، مكافأة الطلبة المشاركين في أوبريت كويت الصدق والوفاء اليوم. السعيدي: مياهنا مطابقة للمواصفات العالمية. والعبيدي: ندرس إمكانية علاج بعض الحالات في المستشفيات الخاصة. خبراء: التكامل بين شركات النفط الوطنية محلك سر. هذه عناوين النهار. نذهب إلى الصباح. شوف الصباح تقريبا مشابهة للنهار بالعناوين. مصادر الصباح: لا يجوز لأحد تقرير دستورية استجواب من عدمه سوى المحكمة الدستورية. شطب الاستجواب السيناريو الأقوى في جلسة اليوم. القاعدة أن كل الاستجوابات موافقة للدستور ما دامت لا تصادم نصوصه ولا تخالف أحكام اللائحة الداخلية. رئيس الوزراء هو المسؤول عن السياسة العامة للدولة، فكيف لا يسأل عنها ويرد على مستجوبيه بشأنها؟ المجلس يناقش اليوم وغدا الاتفاقية الأمنية الخليجية وتجنيس البدون وهيئة النقل وإقامة الأجانب واتفاقية صندوق النقد. وزارة المالية تقدم الاثنين المقبل تصورها النهائي حول الكلفة المالية لمكافأة نهاية الخدمة الموظفي الدولة. الأمير فخور بما حققه مشروع محطة الزور من مكانة عالمية رائدة. مصر حكم جديد بإعدام 683 بينهم مرشد الإخوان. منظمات حقوقية عربية ودولية تستنكر. المفوضية الأفريقية تطالب القاهرة بتعليق أحكام الموت. المفتي أقر الحكم بإعدام 37 شخصا ورفض 491 آخرين. الخرينج يؤكد أهمية احترام القضاء وتوقيره حفاظا على المصلحة العامة. الخالد: استراتيجية أمنية موحدة ومتكاملة لمحاربة الجريمة في الخليج. والصبيح:
لابد من تفعيل عمل الخيري وابعاد صفة الإرهاب عن جمعياتنا. هذه عناوين الصباح. أخ محمد، كل التوقعات تشير بأن محاول استجواب ستشطب إلا محور السياسة العامة. توقعاتك وللسيناريوهات المتوقعة لجلسة اليوم؟ شطر الاستجواب، أنا عندي قناعة بأن الاستجواب ولد ميتا. يعني احنا يمكن ذكرناه، ويمكن الوحيدة اللي كانت برا يمكن جريدة الصباح. أعتقد بأن يعني الاستجواب الأخير قدم لم يقدم، صعد لم يصعد، هو بالأخير ما في استجواب، وما سيحدث اليوم في الجلسة إذا صعد طبعا هو كلام يعني مرسل، ما راح نطلع فيه لا بحق ولا باطل. إذا شطب أو صوت عليه كالتالي أنه سيشطب الاستجواب أو تشطب محاور الاستجواب، وهو كل محور واحد. بالأخير أعتقد بأن الاستجواب هو أداة دستورية، سؤال مغلظ، لكن كنا نريد أن هنالك أفعال تمنينا أنها تكون على مستوى الاستجوابات، ويكون إحنا نبي العنب، ما لنا علاقة بالناطور. واحد قال أعطاني فلوس، الثاني قال ما أعطيته، بالأخير هذاك تراجع قال لا ما أعطاني، انتهت، شو القصة؟ يعني احنا ليش نسوي من لا شيء؟ في عندنا مواضيع، عندنا قوانين، شرعوا قوانين، مسكتوا الرقابه ما فكتوا القوانين، فبالتالي اعتقد ما في استجواب. سالفة الصباح تغير، يعني لحد الان ماني فاهم الصباح. صباح يقول لك مهاجمين اليوم رئيس الوزراء، وان الاستجواب لابد انه لا يشطب، توجه غريب جدا من جريده الصباح. لا هم على نقيض ما كان في السابق. لا بس هو مو السابق، السابق بس نعم. هم مع الاستجواب وصلوا الاستجواب لعدم تعاون. يعني تخيل رقم الرجل اللي برا الكويت يقرا يعرف انه ما له علاقه. فاعتقد بان الاستجواب ولد ميتا، وبالتالي لن يؤدي الى الغرض. طيب نشوف عندنا خبر في القبس، خلينا نشوفه ونعلق عليه. لجنة خماسية لحل اختناقات المرورية، عمادي دراسة لتعديل هيكل البلدية التنظيمي، وحظر نقل مياه المجاري بغير السيارات المرخصة، وتحويل مواقف كلية البنات إلى متعددة الأدوار. ايش رأيك في هذه الدراسة؟ يعني الاختناقات المرورية مشكلة حلها صعب، هي تحتاج إلى شوارع وإلى بنية تحتية وإلى يعني الآن يدرسون موضوع هيئة النقل في مجلس الأمة، هل تعتقد أن هذا الموضوع راح يحل هذه المشكلة؟ شوف محمد، إحنا مشكلتنا بدينا نزود هيئات، وكأن القضية قضية أنها مشكلة مناصب أو إدارات. لا، إحنا مشكلتنا بالأفعال، يعني حتى لو كانت الإدارة بسيطة أو إدارة بسيطة في وزارة، إحنا أكثر ما عندنا هيئات، فبذلك أصبحت الوزارات ولا شيء. يعني الوزارة وعشر هيئات، كأنك تقول تتكلم عن 11 وزارة. فأعتقد أنها غير مجدية مسألة الهيئات بشكل عام. إحنا لو نفتش هالوزارات ونحطها يعني كوزارة ونشوف الخلل مش في التركيبة، هل هي وزارة أو هيئة، في التنفيذ. عندنا قوانين لكن غير ما تنفذ. وكذلك عندنا مشكلتنا الجانب الآخر، أن المسألة المرورية مرتبطة بالبلدية، مرتبطة بالأشغال، مرتبطة كذلك بوزارة الداخلية، فهي مرتبطة مع بعضها البعض، تحتاج إلى دراسة. وأعتقد اللجنة الخماسية لحل الاختناقات، سواء تحويل مواقف أو تحويل سير أو تحويل، هي تحتاج إلى دراسات عدة. يعني في خطة، أذكر محمد، خطة مستقبلية بعيدة المدى، وخطة يعني تحل. ما منه الكل والله نشتكي من الزحام في كل مكان. نعم صحيح، أصبحت اختناقات مرورية في كل شيء. ففي خلل، في خلل. لكن احنا نكثر اجتماعات على الفاضي، بالاخير ما في شيء. طيب نشوف كاركتير الشاهد اللي قلنا عليه، تعليقك يا محمد. تنمية، بالون التنمية. الفساد الشوك موجود، هذا بس طق البالون ينبط على طول هذا. كيف اذا نزل؟ طيب نشوف الكاركتير القبس، صحافة ومقص الرقيب، تعليقك أنت لاهي بهالتلفون أخي محمد. لا بعض القضايا المهمة محمد تحتاج إلى قراءة، فأنا قاعد أشوف على سالفة الدعم إنه ما راح يشمل. نعم، ما خلاص من الدعم. لا أكمل لك على سالفة الدعم. طيب راح الكاركتير وأنت ما علقت عليه. طيب عموما يمكن كانت هذه هي آخر
فقرة من فقرات ديوان الصحافة. أخي محمد العجمي شكرا جزيلا لك. حياك الله محمد. مشاهدي الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، آملا أن تكونوا قد استمتعتوا معنا. نراكم إن شاء الله بالقد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.